طيب خليني اكلم حضرتك على ماتش امبارح على وجه التحديد. ازاي شفت اداء النادي الاهلي؟ كنت بتكلم على فكره انه ممكن يبقى تفكير الجهاز الفني او حتى احساس اللعيبه بما انك انت جبت جون او جبت اتنين، انك ما تبذلش مجهود، ما تعرضش نفسك لاصابه، ما تعرضش نفسك لحاله اجهاد عشان تبقى جاهز لمباراه النهائي بتاع دوري الابطال. لكن ده ما شفناهوش. الاهلي بيجيب جون، بيجيب التاني، عنده اصرار على التالت، بيلعب لغايه اخر ثانيه على الرابع وكانه ما سجلش طول المباراه. لا بص، النادي الاهلي دائما عنده مقاومات، دايما عنده مقاومات، ده الفوز. الفوز انت سواء الشوط الاول طلع 1-1 النادي الاهلي، بعد كده احرز، ما عندوش بقى ان هو يستثمر ان كسبان 2-1 هستثمر النهارده كفايه قوي على، لا، النادي الاهلي النهارده زي ما قلت لك، التطوير، تطوير اداءه، تطوير الشق الهجومي، وتطوير ايضا ان يسجل اهداف. النادي الاهلي كان ممكن يكسب 6 امبارح المقص، كان ممكن يكسب 6، ممكن يكسب 7. فتطوير الشق الهجومي ده مهم جدا جدا، لان برضه خلي بالك الفرق المنافسه، ايوه الفرق المنافسه برضه بتبقى عامله حسابات للنادي الاهلي. ما يجيش يقول لك النادي الاهلي كسبان 2-1 ده النهارده بيعمل عمليه استحواذ، النهارده بيضاع، لا. النادي الاهلي دائما نادي كل ما بيحرز، كل ما الفرق المنافسه بتبقى قلقه جدا من هجوم النادي الاهلي اللي بيسجل 12 هدف في 3 مباريات. طيب.